كلنا أو أغلبنا يعاني من مشكلة الوقت، وأنا أولهم. ما تمر عليكم دائما مقولة لو اليوم في ساعات أكثر؟ أنا دائما أقول لو اليوم 48 ساعة. الله. أكيد طبعا تمر هذه المقولة. وهنا يقول البعض إن لو الإنسان نظم وقته كويس بيقدر ينجز أكثر من شيء في يوم واحد، مستحيل. والبعض الآخر يقول والله العيب مو في إنه أنت تنظم وقتك، العيب في إن الآخرين هم ينظموا أوقاتهم، أنا مالي دخل، وقتي سليم. وهنا زميلنا مبارك سألكم كيف تنظموا وقتكم، خلونا نسمع أجوبتكم ونرجع إحنا نتناقش في الموضوع. كيف تنظم وقتك في اليوم؟ أيوة أيوة، يا سلام، صح عليك، فنان. أيوة أيوة، أنا متقدم أقوم متأخر. أيوة. تنام متأخر؟ تقوم متأخر؟ ليش؟ هين. تلعب بلاي ستيشن؟ إيه. الصباح داوم، أضيء للظهر وأطلع أريح شوي إلى العصر، والعصر أطلع للنادي، والمغرب أجلس مع الأهل، وبعد العشاء أجلس مع أصحابي إلى الساعة 10:30 11، ثم أطلع أنام. هذا يومي كامل. الحمد لله أنا أعتبر نفسي إنسان يعني منظم، أتكلم دوام، أرجع من الدوام اسمع أقيل، بعدها أتقهوى مع الأهل، بعدها نادي. يعني الحمد لله أشوف نفسي إنسان يعني منظم بشكل عام، ما فيه رتم معين أمشي عليه، لكن أهم شيء طعمك نكون ماخذ قسط من النوم بحد كافي عشان طعمك تعيش باقي يومك وأنت مرتاح ومبسوط. فأنا عندي قناعة النوم، إذا نمت نوم كافي وصحي الحياة تنظم كلها أصلاً، وهذا والله روتيني اليومي صراحة. أقوم مبكر، أنظم وقتي، أسوي لي ليست، أحط الإمبورتنت بالأول، بعدين النون الليست إمبورتنت تحت. والله على حسب الأيام، إذا كانت أيام الأسبوع أو الويكند يختلف من كل يوم في يومه تنظيمه. يعني زي ايام الويكند تكون طلعات مع الاهل ولا مع اصحابي كذا، ايام الاسبوع تكون يعني دراسه ولا المقيل في البيت اغلب الوقت، وايام الويكند طالع. اجوبه متفاوته بصراحه، بس في الشباب، لاحظت الشباب كلهم اتفقوا على اقيل وانام الظهر وانام، واللي قالك اذا نمت نومه كافيه فانا الوقت هيتنظم. اقول انت راح وقتك كله نوم، فاكيد هيتنظم. يعني انت اذا كنت نايم كل هذا الوقت فاكيد هيتنظم، ولا ايش رايكم بنات؟ انا على المصراحه مبارك اول ما جاب، يعني حسيت انه هو فهمني، جاب لي طفل قاعد يقول هذا وضعي انا متسلطين علي سيدتي كل يوم لحد 3 ايام، وهو عن موضوع الوقت. انا زعلتكم بشيء؟ والله اليوم انا جايه بدري. عندك مشكله مع الوقت يا ودي، او في تنظيم الوقت؟ خلينا نقول ليش مشكله معه. ادري ما تعرف ما تعرف المشكله فين؟ ما انت عارفه يعني المشكله مني، يعني انا عارفه، انا متاكده المشكله مني. إيه بس فين المشكله؟ هل هي في قله النوم، في كثره النوم، في عدم ترتيب الجدول، تسويف؟ برضه نرجع لمشكله التسويف اللي مع اودي. صدق والله انا يعني انا امس قلت خلاص الحين بنام بطلع من عند البنات. ترى لا 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 استني استني، ترى تروج عن حالها هذا الكلام ما غير دقيق، اسمحي لي اودي. نعم. لا 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 اودي في العمل، يعني الا اذا كان ظرف خارج، يعني نعم. خليها الحين استني انت على جنب، اذا كان ظرف خارج اوكي زحمه، لكن لا اودي شخص ملتزم. ايوه لكن يمكن حتى على لا حتى مش عشان صاحبتي، حتى لو حتى يعني انا شفتها الان حتى على الحياه الشخصيه، لما نكون طالعين لما نكون جايين الوقت، يلا الحين 8:30 لازم نكون موجودين. ممتاز ممتاز. إيه يعني حريص على المواعيد. خلينا لا شوفي انا بوقت المجمل العام انا منتظمه فيه باجتماعاتي، شغل، مواعيدك دقيقة. مواعيدي اللي فيها شغل ممتاز. انا منتظمه فيها، بس في مواعيدي مع نفسي في ترتيبي اليومي، مثلا المفروض اني اقوم الصباح بدري، اروح النادي، ارجع زي ما قلت لكم اول، انا ماني قاعده اشوف لا خلاص نادي ايش يعني خلاص انام احسن الاشياء دي. اي فهمتي؟ فانا هذا اللي مزعلني مني، واني المفروض انجز في اليوم مثلا 4 اشياء الاقي نفسي انه انا ماني قاعده انجز الا شيئين، فهذا بعد يزعل. لان اليوم مش 48 ساعه. شوفي انا ضد مقوله، انا زمان كنت اقول يا ريت اليوم كان اطول و48 ساعه، بعدين لما راجعت نفسي وراجعت وقتي واولوياتي وجدت انه لا، الساعات كافيه، الوقت هو راس المال حقك، انت اللي ترتبه زي ما انت تبغاه، وكله يترتب اذا ترتب النوم وتركنا نومه العصر، قيلولة العصر. والله يا ريم انه قيلولة العصر انا الاحظها وين؟ اذا كنت مسافره وقايمه الصباح بدري، اذا رجعت
واحس اني كذا مثلا 45 دقيقه غفيتها، اقسم بالله اني اقوم نشطهم صحصحه. يعني على حسب، انا اتكلم عن نفسي، يعني انا من يوم ما تركت قيلوله العصر، من يوم ما تخرجت من الجامعه لليوم ده ما امارسها في حياتي. يعني صراحه اتغيرت حياتي للافضل، لانه كانت طويله ما كانت قصيره، وكانت تعبني، ولما اصحى مصدعه وجيعانه دائما وابحث عن الاكل. لما رتبت وقتي وصرت انام في الليل، وسبحان الله نومة الليل يعني 8 ساعات دي تغنيك عن ال 12 ساعة. يعني في ناس اللي يسهروا مثلا طول الليل ويناموا الساعة 6-7 الصباح، شكرا لك، حتى لو ناموا 8-10 ساعات ما تكفيهم. صح. بينما إذا نمت 8 ساعات اللي هي مثلا من 12 في الليل ل 8 صباح، هتصحي مرة مبسوطة ومرتاحة وسعيدة، وبيكون في الوقت في بركة. الصباح دائما في بركة، دائما لما نستغل الصباح نطلع نسوي أشغالنا، نروح النادي، نروح نقضي، نسوي فواتيرنا، نسوي أغراضنا اللي محتاجينها، حتى العيادات أصلاً شوفوا الشوارع قد إيش فاضية في الصباح، وقد إيش الجو يجنن الفترة الحالية. صح. اللي خرجت الصباح. طب أنا بقول لكم شغلة، ما في مانيول دليل إجرائي لتنظيم الوقت ثابت الكل يتبعه، لا يوجد. لا يوجد. صح. في خصائص. يعني أنت وأنت بتتكلمي أنا قعدت أتخيل يومي. أنا يومي في العادي من 8 صباحاً إلى 6 مساءً أنا في المكتب، أنا هذا الوقت ليس ملكي. طبعاً. هذا الوقت أنا بعته على جهة، سلمته لجهة هي المتحكمة في وقتي في هذا. في الويكند أنا من الساعة 5، من الساعة 3 إلى الساعة 7 هذا ليس وقتي، رغم أنك أنت يعني أنا مثلا لو يعطوني الوقت اللي هو من 8 إلى 6 أنا أقدر أخلص شغل المكتب وأقدر أخلص شغلي الخاص، بس هناك التزامات. ففي أحيانا تضطري أنك ما تقدري تديري وقتك، لأن طيب. وقتك أنت بايعتي بالضبط. إذا كان في التزام، إذا كان في التزام. نعم. تيجي بعد تخلص، طب من 6 إلى 10 هل كافي لقضاء كل الحوائج؟ لا، غير كافي. طب هنظم. فهي كل ما كثرت المسؤوليات، كل ما تشعبت، كل ما كثرت لازم أخلص هنا والارتباطات و و و في شيء على يجي على حساب شيء ثاني. أنا ما أنام كويس مثلا، فقرة النوم عندي فيها مشكلة، علاقاتي الشخصية فيها مشكلة، الاجتماعية طبعا فيها مشكلة، لأنه ما عندي الوقت. أنا ما عندي الوقت اني انا اطلع مع صحبات، ما عندي الوقت. انا قاعده اخلق لك الوقت وانت قاعده تسحبني سحب. هذا شيء حلو، قاعده تسحبني. لكن انا فعليا تلقيني مثلا حتى لما اجي على الرياض بعد ما اخلص البرنامج اروح عشان اخلص ايميلات، اخلص تقارير، اخلص اشياء اللي انا اوريدي ما قدرت اخلصها هناك لاني كنت قاعده فهي اعتقد الشخص اللي قادر انه هو يطلع الصبح ويمشي ويفطر ويسوي جيم وبعدين أيوة. يروح على المكتب بعدين بالليل يطلع مع اصحابه. لا استني، لا تقولي ما عندي، انا لا تقولي ما عندي شيء، عندي اطفال وعندي منصه وعندي التزامات وعندي وظيفه، ولكن يعني خليت فيه اولويات. يعني مثلا اصبح الجيم والنادي من الاولويات، زيه زي الوظيفه، زي ابنائي، زي التزاماتي. يعني مجرد ما حطيت هذا من ضمن الاولويات حسيت انه جدولي اتظبط اكثر. صح انا اجتماعيا مقصره جدا 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 مع الأهل ومع الأصدقاء ومع العلاقات الاجتماعية في عملي وغيره. صحيح هذا يعني في أشياء جات على حساب هذا الشيء، لكن برضو لازم إني أحسن من ذا الشيء، برضو أخلي له أولوية، لازم يكون من ضمن الجدول أيضا. يعني لازم لازم طبعا زي ما قلت لكم لا يوجد هناك، لا ترى جاي الشتاء يعني ما عاد في نهار، ما عاد في نهار. صح جاي الشتاء، يعني اللي يقول انا ما عندي وقت هو في الصيف، خلينا نشوف وش بالشتاء وش بيسوي، يستفيد من نهار الشتاء. رائع جدا نهار الشتاء، وانك تخرجي وتخلصي كل التزاماتك، الشمس مشرقه والجو دافي جدا، الصراحه مره حلو. جربي اودي. بحاول والله. جربي، رائع جدا ان شاء الله. طيب احنا تقريبا قول رايك، فقرتنا خلصت، بس انا قبل لا نختم هذه الفقره انا حابه اتكلم في موضوع اخر يمكن بعيد شويه. كنا امبارح انا واودي في البوليفارد، مكان رائع، مكان جميل، ابداعي، ما كانك بالسعوديه. وازعل لما اقول كلمه ما كانك بالسعوديه، لا كانك بالسعوديه. انت في السعوديه طبعا. حابه اعقب على مشهد شفناه امبارح يمكن لفتت انتباهنا له. اودي لما بتطلعي من البوليفارد انت بتمشي مشوار طويل بسبب الزحمه، وخاصه الوقت اللي كلنا بنخرج فيه، فماشيين عشان نروح على السياره. شفنا مشهد انا اصنفه مشهد انساني جنن. رومانسي رائع من الدرجه الاولى. طبعا كان في اختلافات شوي، البنات يقولون هذه زوجه وزوجته، وبنات وانا انا اقول زوج وحده وزوجها يعني. طيب. وهم يقولون لا يمكن امه أم ولدها. هو إيش المشهد؟ إحنا شفنا المشهد شاب ماشي، إحنا النظرة الأولى شفناه ماسك هاي هيلز في يده، ماسك جزمة نسائية بكعب عالي. نعم. وماشي فيها، طلعنا على رجوله
ماشي حافي. نعم. طلعنا على رجل البنت اللي جنبه لابسة الشوز حقه. أنا لولا الموقف أنا كنت طلعت جوالي. والله كنا بنصور صدق احتراماً. ولكن احتراماً لهم. هي تعبت من الكعب العالي وهي ماشية. تعبت لأنك مشينا كثير 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 فتعبت من الكعب العالي. قام هو عطاها جزمته ومشي هو حافي ومسك الجزمة. يعني احنا بنتكلم على زمن كنا نحسب فيه انه زمن الجنتلمان انتهى وانه زمن المساواه وكذا، ولكن ما زال موجود في بعض الرجال عندهم هذه الشهامه اللطيفه وهذا اللطف. والله العظيم انه طول الوقت احنا امس واحنا قاعدين نمشي انا والبنات واحنا بس الناظر حسدتوهم؟ لا لا وقاعدين نحلل. انا قاعده اقول لا لو ام مستحيل الام ما تفسخ رزقها، الام تقول ما تخلي ولدي يمشي حافي. يعني انا كذا اشوف انه الام يعني انا بنظرتي انه الام ما راح تخلي ولدها يمشي حافي. طيب هذا اكيد ولد الناس وهذه زوجته كذا انا شفتها يعني حكمت. لا انا كمان شفت انه هو فيه رجوله عاليه جدا. رجوله وشهامه وايثار عالي جدا لانها هو اكيد يعني ما في رجل هيحس بمعاناه الكعب العالي المشي غير كذا. يعني هو اللي ماسك الهيلز حقها مو بهي ماشي وما همه احد ما عليه فحل. انا عاجبني نظرات الدهشه اللي في عيونكم واكيد هذه كانت رد فعل كل الناس لانه احنا في زمن اصبح قليل جدا اللي يقدم المراه على نفسها او يعمل حسن نظره الناس. بالضبط بدي اقول لك عشان في نظره ناس هنا يعود انتم بتقولوا كان شايل في يده يعني. يعني انا كان شريها انت بس رزمتي اوكي ما يخالف امشي حافي بس شيلي انت شيل رزمتي يعني او عارفه كان ايش سوى. كان قال لها هنوقف ونطلب اوبر ونمشي. كان في اشياء لكن رجال ولد رجال صراحه ما شاء الله يهنيهم. الله يهنيهم صدق ويكثر من امثالهم. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.